السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا شباب، إن شاء الله تكونوا بخير. الفلوق هذا حيكون يعني نوعا ما طويل شوية، لأن جاي بعد فترة انقطاع طويلة جدا، فنحاول إني يعني نبرر موقفي ونتأسف ونعتذر. طبعا المدة اللي فاتت أكيد يعني أكثر المتابعين لي على الفيسبوك عارفين إنك كنت يعني نمر بفترة امتحانات، فالحمد لله طبعا يعني جت شهادة وكنت طبعا متخوف نوعا ما منها شويه، فوقفت اني انزل يعني اي فيديوهات لعند ما يعني نشوف النتيجه شنو يصير فيها، بس الحمد لله يعني نجحت بتقدير ممتاز فدرنا طبعا استفتاء على الصفحه عشان تبوا اول فيديو يكون بعد الانقطاع طويل هو، فاغلب التعليقات كانت يعني يبوا فلوج البين يعني يبون نبرر موقفي على الغياب، اسفين طبعا، لكن ان شاء الله حتكون رجعتنا افضل من قبل. فحبيت طبعا موضوع اليوم او فلوج اليوم يكون نوعا ما يعني مميز، فحجزنا تيكت لمعرض الجيمز كوم الجاي في مدينه كولونيا او كولن بالالماني زي ما يقولوا فيه، طبعا يعتبر ثاني افضل معرض في العالم من ناحيه الالعاب بعد الاي 3. هذا يعني اني حندير لكم تغطيه مميز، هذا يعني ان في ريفيوات على الالعاب الجديده. بس خلال طبعا تجهيزي لحلقه اليوم خطرت على بالي فكره، ايه تحضير للحلقه، يعني بدك تحسبوني اني يعني فقط نفتح الكاميرا ونسجل هيك طول، لا يعني لازم واحد يفكر شو بيقول نكتب. المهم الفكره هي ان نشوف مع بعضنا اخر مره مشيت فيها للمعرض هذا كبدايتي كيوتيوبر. بس قبل ما نبدا طبعا اكيد ملاحظين ان الخلفيه اللي وراي مختلفه، ما فيش البوستر هذاك اللي انتم عارفينه بتاع البلاك بوستري، خلينا ناخذ لكم الكاميرا وتشوفوه هنا اهو. طبعا تغير الديكور على البلاي ستيشن هذيك، غيرت كل شيء وغيرت الطاوله، فالحيط طبعا اللي ورانا تو حاليا ما فيش ولا حاجه. فقولوا لي لو عندكم اي حاجه اي اقتراحات، انا صراحه اللي انتوا قاعد مش عارف يعني شنو هو اللي بناخده، شو البوستر اللي بناخده، تكون خلفيه جيمز مثلا، تكون خلفيه مسلسل، طبعا فكونا من الصور الخادعه الخادشه للحياه. فنبدا نشوف مع بعضنا اخر مره مشيت فيها لمعرض الجيمز كوم، بس رجاء يعني بدون ضحك مش ديت يعني نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، معكم عبد الباري من ليبيا. طبعا الفيديو هذا خاص باللي قدمته شركة مايكروسوفت ضمن معرض جيمز كوم اللي قام السنة هذه يوم بكولن ألمانيا. الفيديو هذا نستعرض فيه اللي قدمته الإكس بوكس 360 والإكس بوكس 1، و نشوفه في ألعاب يعني صراحة حلوة نعرضت فيه، زي مثلا لعبة الفورزا موتور سبورت 5 كان عليها قبول يعني أكثر من هائل بالنسبة للناس المتتبعين. طبعا هذا يعطيني حافز ودافع تقدر تقولوا وتحدي بيني بين نفسي يعني حاليا وبين يعني بدايتي كيوتيوبر مبتدئ، قاعد طبعا لحد الان يعني نعتبر نفسي اني انا مبتدئ، فنشوف يعني شنو التغيير اللي صاير، يعني هل تغيرت، هل في يعني تغييرات في فيديوهاتي، تقديمي، التغطيه بتاعي، او اني يعني قاعد زي قبل. طبعا التغطيه حتكون ان شاء الله بعد شهر من تو، حتكون طبعا تبدا تقدر تقولوا من منتصف شهر 8، هو المعرض حيبدا يوم 23، بس يعني قبل اكيد حنسافر، اكيد حنحجز هوتيل نقعد فيه. قولوا لي طبعا بالضبط شنو نضيف، شنو ندير فيها المشي هذه، التغطيه هذه، على شنو نركز. عندي اني طبعا افكار في دماغي، بس اكيد افكاركم انتم حتساعدني اكثر. وختاما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا ديروا لايك، لان طبعا كل ما تزيد اللايكات كل ما يزيد دفع اني انا ننزل محتوى شبيه وافضل وفي زمن اسرع. نتلاقى ان شاء الله في الفيديو القادم، ومع السلامه.